غرامات مالية قد يتعرض لها أي مخالف لقرار ارتداء الكمامات في الفضاءات العمومية، قرار تسهر مصالح أمن ولاية قسنطينة على فرض تطبيقه بشكل فعلي. مصالح أمن ولاية قسنطينة سطرت مخطط أمني خاص للوقوف على مدى تطبيق قرار الولائي الخاص بإجبارية ارتداء الكمامات خاصة في الأماكن المغلقة، لا سيما منها الأسواق وكذا المحلات التجارية، ذلك من خلال دوريات مراقبة فجائية على مختلف هذه الأسواق وعلى مختلف المحلات المتواجدة بإقليم ولاية قسنطينة. غرامة مالية لكل مخالف لهذا القرار، غرامة مالية تتراوح بين 10,000 و 20,000 دينار جزائري لكل مخالفي هذا القرار. دوريات المراقبة التي تزامنت مع عملية تحسيسية شملت توزيع قرابة 2000 كمامة واقية، لقت استحسان تجار الأسواق باعتبارها أداة ناجعة لمجابهة تفشي فيروس كورونا. لي بافيت مام الشرطة، الناس اللي ما عندهاش لي بافيت ما تخليهمش يدخلوا، ومبادرة مليحة مليحة سواء للتاجر سواء للمواطن كما يقولوا. فرق السرور باسكو الوقاية خير من العلاج، وحنا سابيلمون تروح مديرين لا بافيت، ما احتاجش حتى بالقرار هذا المرسوم تاع سيدنا السيد الوالي، باسكو مليحة لينا ومليحة لي كليون. هذه الخطوة قد لا تكفي وحدها للحد من خطر الجائحة في وقت يبقى فيه احترام إجراءات الوقاية وقواعد التباعد الاجتماعي ضرورية لضمان سلامة المواطنين.